أهلا وسهلا بكم. الصوتين م و ن، هذه الأصوات يسموها الأصوات الأنفية، اللي عادة الهواء يخرج من الأنف فينسد مجرى الهواء الموجود بالفم، تمام، وينطق هذا الصوت. هسا عندي beginning بالبداية moon، وبالنصف بالمنتصف، تمام، هنا راح يصير symptom، أوكي، وبالأخير dream ما، تمام. أما صوت النا نانا النا أو الأن راح يكون بالبداية nest، وبالمنتصف innocent، وبالأخير hen. تقريبا ماكو اختلاف بالنطق هنا، لكن حتى نوضحهم، هي هذه أصوات أنفية ينسد مجرى الهواء لداخل الفم وينطقن عن طريق الأنف. شكرا لكم وشوفكم في الفيديو القادم.